طيب خلونا بقى حضرات نتعرف مع بعض على مجموعة جديدة من التمرينات الرياضية اللي هيوريها لنا كابتن حسام الفيل وهو مدرب الجيم في النادي الأهلي بالشيخ زايد من خلال التقرير ده. اتفضل. صباح الرياضة، صباح النشاط، صباح الحيوية. دهون البطن أكتر سؤال كلنا بنسأله لنفسنا، إزاي أوصل لشكل بطن كويس أو أظهر عضلات البطن بتاعتي؟ خليني أقول لك، اللي أنت عشان تركز على دهون البطن بس ده مش صح. دهون الجسم عندنا بتنزل كلها مع بعض، لازم نهتم ان احنا نمشي على نظام غذائي مناسب لينا، وكمان نعمل تمارين رياضيه عشان نقدر ننزل بدهون الجسم، واللي فيها هيكون برضو نزول دهون البطن بتاعتنا. التمارين اللي احنا هنعملها مع بعض النهارده تمارين جديده لعضلات البطن هنقدر نشتغلها، هيكون للمبتدئين كمان للناس اللي هي المتقدمه. هنبدا باول تمرين معانا ني تاتشز. هحاول اطلع بايديا مفروده والمس ركبتي، بس اتاكد ان انا دايما باصص لقدام عشان ما اعملش تمارينات يكون غلط الاداء بتاعي بتاثر على فقرات الرقبه بتاعتي. هبدا مع بعض نطلع 12 عده، احاول اطلع المس ركبتي. يلا ستارت. اللي شغالين معانا دلوقتي 2 3 4 5 6 7، النفس شغال 8 9 10. هتلاحظ ان انا بعمل التمرين بشكل بطيء جدا عشان استفاد منه. اخر عده كده خلصنا اول تمرين، هناخد ريست عشان ندخل على التمرين اللي بعد كده. برضو واحنا نازلين على ظهرنا احاول ارفض رجلي لفوق واعمل في اب تاتش، احاول المس مشط رجلي على قد ما اقدر. 1 2 3 4 5، برضو هنعمل 12 عده 6 7 8 9 10 11 12، وبرضه هاخد ريست عشان ادخل على التمرين اللي بعد كده. هعمل ني تو شيست، بحاول المس ركبتي لصدري. ظهري اهم حاجه اتاكد اللي هو مفروض، واضم ركبتي الاثنين على صدري وافردها. هنعد مع بعض 12 عده. يلا ستارت. 1 2 3 4 5، اركز اللي يكون ظهري مفرود. 6 7 8 9 10، واكمل ل 12 عده. عايزين ناخد تمرينتين لعضلات الاوبليكس، عضلات الجوانب بتاعتنا. برضو وانا على ظهري هعمل هيل تاتشز، احاول المس كعب رجلي بايديا الاثنين يمين وشمال، هعمل سايد تو سايد. هشتغل 10 عدات. يلا ستارت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، واخد ريست. هدخل تمرين كمان لعضلات الاوبليكس، هعمل سايد بلانك بس ويز هيب ريز، بحرك فيه وزني. اتاكد ان انا البوزيشن بتاعي كله على لاين واحد من اول الرجلين لغايه كتفي، ايدي في وسطي، ببدا انزل بوسطي واطلع. هعمل 10 عدات على كل جنب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خلصنا الجنب ده، برضه هنعمل تمرين على الجنب التاني. هيتبقى معانا تمرين اخير وهو تمرين البلانك بس بوزيشن تاني، هعمل بوضعيه تانيه. لو مش هتقدر تعمل نفس اللي احنا هنعمله ده ممكن تشتغل البلانك العادي. اتاكد بس ان انا جسمي كله مفرود، كتفي مع ايديا، احاول اطلع بايديا واحده واحده. هنعمل 10 عدات. يلا ستارت. 1 على قد ما تقدر خلي ظهرك يكون مفرود وثابت. اخر عده. التمارين اللي احنا قدمناها لكم النهارده كان الهدف منها اللي احنا بنقوي بيها عضلات البطن بتاعتنا. النصيحه اللي احنا هنقدمها لكم في نهايه الحلقه، انت ازاي توصل لشكل بطن كويس وتنزل نسبه الدهون اللي فيه؟ لازم تهتم بنظامك الغذائي، نظام غذائي يكون مناسب ليك انت.
يكون على حسب جسمك، يكون على حسب وزنك، على حسب نشاطك اليومي. كمان اللي احنا نهتم باللي احنا ناخد الخضروات والفواكه بشكل مستمر على مدار اليوم بتاعنا. كمان نحاول ان احنا نشرب ميه كتير على مدار اليوم، وده هيساعدك في نزول الوزن. كمان تبدل الفاكهه، تبدل العصائر اللي بيكون فيها سكر كتير بفاكهه عشان تاخد كل القيم الغذائيه اللي فيها. لو طبقنا الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي والتمارين كمان، هتلاقي نفسك بتنزل بشكل صحي، ما اثرش على الهرمونات بتاعتك وما اثرش على وزنك. اتمنى النصائح اللي احنا قدمناها لكم وكمان التمارين الرياضيه اللي احنا قدمناها لكم النهارده تكونوا استفدتوا منها، ونشوفكم في حلقه تانيه جديده.